تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي عشان ما نطولش في القصه دي. قفشه بيجري اشاعه على الركبه، ان شاء الله يطلع سليم باذن الله. قفشه كان خد كدمه جامده جدا في المباراه، طلع على اثر هذه الكدمه، ان شاء الله يجري اشعه الاطمئنان على حاله الركبه. المدرب او المدير الفني السويسري نيفايرر بيقول للعيبه خلاص ننسى بقى الملف الافريقي ونركز في الدوري. دي طبعا حاجه يعني متوقعه وحاجه صحيه جدا، خلاص قفلنا الملف الافريقي، نركز في المباراه اللي جايه ان شاء الله نطلع منها على خير. النادي الاهلي في المركز الاول ب 30 نقطه وليه 3 مباريات مؤجله، ما شاء الله ما شاء الله. عايزين دايما يعني كده نفرح بفرقتنا ونبقى ورا لاعبتنا. مروان محسن كان نجم الماتش اللي فات، انتوا فاهمين طبعا، يعني مروان محسن كان نجم الماتش اللي فات. دايما بقول دايما بقول ان احنا ورا لاعبتنا، حتى اللي مستواه بقى نازل شويه، اللي بقى عندوش ثقه شويه، لازم احنا الكلمه منكو ما تتخيلوش انها بتطلع كده. من اصغر واحد فينا لاكبر واحد الكلمه منكو بتاثر في كل لعيب، والله العظيم بتاثر في كل لعيب. اي حد بيدخل على السوشيال ميديا بيقرا ايه الفرقه دي وايه اللعيبه دي ومش عارف ايه، بيجي له احباط مهما كانت نجوميته. اللعيب بياخد قوته طبعا، ربنا طبعا سبحانه وتعالى طبعا في داره، والجمهور اللعيب بياخد قوته من الجمهور. كلمه حلوه ترفع معنوياته في السماء. مروان ما شاء الله ما شاء الله جايب هدف ولا اروع، عمل اسيستات كتير جدا، كان بيقاتل بمعنى الكلمه، طلع نجم المباراه، نجم المباراه. ان شاء الله يفضل على كده، وان شاء الله كل لعيبتنا عند حسن ظننا باذن الله. فايلر اكد على اللعيبه ان احنا خلاص نفصل بين البطولتين، عندنا بطوله افريقيه، خلصنا ماتشات بلاتونيوم وخلصنا ماتش بلاتونيوم، لما يجي وقت النجم هنفكر فيه، لكن عندنا ماتش في الدوري وان شاء الله نكسبه علشان نفضل متواصلين للصداره او نفضل في صداره الدوري العام. شدد برضو على السير بنفس الخطوات اللي احنا ماشيين بيها وغلق الملف الافريقي تماما، ده كلام رينيه فايرال. قال الاستعداد لمباراه النجم زي ما قلت لحضراتكم هيكون في الوقت المناسب، هيكون في الجوله الخامسه باذن الله. الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكان رئيس بعثه الاهلي في زيمبابوي في مباراه بلاتينيوم، بيوجه الشكر لسياده السفير على كل اللي قام به مع بعثه النادي الاهلي في زيمبابوي. عارفين طبعا ان سياده السفير محمد فهمي كان مع بعثه الفريق ما سابهاش، حتى في التمرينات في الماتش في كل حاجه بصراحه، يعني ذللهم كل الصعوبات، وده المتوقع دايما من سفرائنا خارج البلاد. دي كانت اخبار النادي الاهلي.